الشيف حيدر ديك، مرحبا بك في مجلة مشاي العراق. أهلا وسهلا، نورتونا بمطعم موي. أهلا وسهلا بك. بداية نبارك هذا الافتتاح ونحكي عن بداية مطعم موي في بغداد والتحديد في منطقة اليرموك أربع شوارع. والله حقيقة أنا اختاريت هاي المنطقة لأن هاي المنطقة شوية مميزة وكل مناطقنا بالعراق مميزة إن شاء الله، بس أنا اختاريت هاي المنطقة لأن شوية بنص بغداد صايرة تحديدا. طيب نحكي عن سبب أو معنى كلمة موي أو مطعم موي. طبعا هاي الكلمة اختاريتها لأن حبي واعتزازي البلد هي فنلندا اللي سوت شيف حيدر ديتش واللي ساعدته وصلته لهاي المرحلة. طيب شنو السبب خلاك تجي من فنلندا إلى العراق؟ هذا بلدي، مهما يكون تتغرب وهاي يبقى بلدك وانت تحبه وتعزه ولازم مرجعك إليه. طيب سار حيدر، نحكي عن الأطباق اللي راح تقدمها للزبائن أو شنو الوجبة الرئيسية اللي راح تكون مميزة ومختلفة اللي راح تقدمها بمطعم موي؟ طبعا هي ماكو وجبة مميزة، هي طبق اختاريته البرجر موي والصاج موي والعصا الطول، اختاريت لهذا المطعم شوية مميز وأنا حبيته أقدمه للعالم. طيب أكو تجربة راح تنقلها مثلا في أكلة من فنلندا راح تنقلها إلى بغداد؟ والله حقيقة فنلندا ما عدا أكل ما عدا أكل، هم مميزين بالبوتيتا واللحم الدوار. أي. طيب أستاذ حيدر، نحكي عن عبارة تلخص مطعم موي بالنسبة لك. طبعا بالحقيقة أنا من أنا وكنت صغير حلمي أنه يصير عندي مطعم، لأن كان والدي عنده مطعم وأنا كنت عندي عربانة صغيرة أسترزق بيها. تعرف اليوم أنا من أنا وصغير معتمد على روحي، لحد هذا يومي أنا معتمد على هذا روحي. بالمناسبة أنا درست في فنلندا وعندي شهادة الطبخ لمدة 3 سنين ونص، وجيت هنا أنقل تجربتي أو دراستي هنا للعراق. طيب شنو الخطط المستقبلية؟ راح نشوف فرع أول فرع ثاني؟ إن شاء الله إن شاء الله. طبعا هي بالمناسبة أجت عدة دول من ضمنها السعودية ودبي الإمارات، قالوا لي تعال حيدر خلينا نفتح هنا مشاريع وإلك قسمة نص بالنص، فأنا رفضت إلا بلدنا أول انطلاقة من بلدنا. إن شاء الله أول انطلاقة ولك أفرع كثيرة. شكرا جزيلا لك وكل التوفيق يا رب. شكرا لك ونورتوني حبيبي.